عمر عزعوزي، رئيس جمعية تونسيات وتونسيون أصدقاء الفرنكوفونية. الجمعية دي تكونت 2016 أو آخر 2016، كان الهدف من بعث الجمعية هو جعل وخلق ديناميكية ثقافية حول الفرنكوفونية. الجمعية تضم أساساً أساتذة وطلبة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة اللي هي مقر الجمعية، وتحاول باش تخلق ديناميكية ثقافية في مدينة سوسة وخارج مدينة سوسة. السنة الأولى 2017 ما كانش عندنا نشاط كبير، لكن 2018 عملنا عديد الأنشطة، منهم مهرجان فرنكوفونية سوسة في دورته الأولى. قمنا باستدعاء مسرحية، سهرات ثقافية، لقاءات حول الأدب الفرنكوفوني، ونطمحوا خلال السنة هذه أولا من نجاح الدورة الثانية لمهرجان فرنكوفونية سوسة، وإلى مزيد الأنشطة الثقافية اللي تدور ديما حول الفرنكوفونية، وتكريم كل إنسان قدم حاجة مش كان باللغة الفرنسية ما في المحيط الفرنكوفوني المتعارف عليه.